اهلا بكم مشاهدينا، وفي هذه الفقره سنتلقى اتصالاتكم حول اهم الاخبار من وجهه نظركم والتي ناقشناها في جوله اخبار اليوم. ايضا يمكنكم التعليق على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وابدا اولى الاتصالات مع احمد من اسوان. استاذ احمد، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. والله بالنسبه للاخبار، يعني خبر الائتلاف بتاع تطهير القضاء وقالت النائب العام يعني دي ضروره من ضرورات الثوره. يعني طيب انت يعني ترى اهميه الائتلاف بانه سيحقق واحده من ضرورات او من اهداف الثوره؟ اكيد طبعا. طيب ولكن ماذا بعد تراجع الرئيس عن قراره؟ والله الرئيس ده حاجه في السلطه التنفيذيه، لكن احنا بما اننا شعب الرئيس ما قدرش ينفذ لنا الطلب ده، فانا المفروض ان احنا عايزين نتقدم ونطلب ونطالب فيه، لانه النائب العام اثبت ان هو محامي فاشل ما قدرش يطلع الادله الكافيه في القضيه بتاعته او القضايا بتاعته، القضيه الوحيده. في اي قضايا يعني عن اي قضايا تتحدث؟ قضايا الثوره كلها شتت، القضايا دي كلها بتاعت قتل المتظاهرين. وفي قضايا عنده، في قضايا في شيخ الازهر نفسه لغايه دلوقتي ما فتحتش بادراجه عنده. وفي قضاء، وفي يعني بلاوي زرق بار المستعان. نعم، اشكرك شكرا جزيلا احمد. وانتقل الى احمد محمد من حلوان. استاذ احمد اهلا بك معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا موظف في جامعه حلوان. وفي فساد اداري في الجامعه من ناحيه ال يعني المرتبات بتاعتنا او الحوافز او الحاجات اللي زي كده. بنسال ليه الحاجه دي مثلا مش بنسال عن مرتباتنا او عن الصهر بتاعنا او الحافز، يقول لك الاداره بتاعتك هي المسؤوله. عايزين نعرف يعني الناس دي شغاله ازاي اصلا. نعم، أرجو أن تكون رسالتك وضحت، ولكن أحمد أود لو تعلق لي على أهم الأخبار من وجهة نظرك التي ناقشناها نحن اليوم في جولة الأخبار، وكان منها مثلا من يطالب بعودة مجلس الشعب من أعضاء مجلس الشعب المنحل، وغدا سيكون هناك اجتماع للمطالبة بعودة المجلس مرة أخرى. أيضا هناك ائتلاف الثورة لتطهير القضاء الذي يعني يطالب بإقالة النائب العام أو عدم تشبث النائب العام بمنصبه. أيضا هناك خبر كان متعلق بحزب الشعب وهو حزب جديد منبثق عن الجبهة السلفية. هل تريد أن تعلق على أي من هذه الأخبار أحمد؟ حضرتك ممكن اعلق على عودة القضاء وائتلاف الثورة. بالنسبة للقضاء يعني الناس دي اللي قدامهم بيحكموا بيه. تمام، ولكن إذا كنت تابعت معي الورق اللي قدامهم بيحكموا بيه. الورق اللي بيجي لهم لو كان جاي بإدانة مثل اللي خرج البراءة دي ماشي، لكن ما جاتش إذا كنت استمعت معي إلى المداخلة السابقة أحمد، يعني المتصل كان يتحدث أنه ما هو لأن هذه الأوراق لم تكن كاملة فهو يحمل المسؤولية للنيابة. ذلك ممكن، لكن أنا لا أفهم في القضاء كثير، ولكن أنا يعني زعلان على إن الناس خرجت براءة. يعني طب الناس دي مين اللي قتلها؟ مين اللي موتهم طيب؟ ولا كان في التحرير او مش عارف. اشكرك على المشاركه على اي حال احمد محمد من حلوان. وانتقل الى عصام من المعادي. استاذ عصام، طب يبدو اننا فقدنا الاتصال. اذا مشاهدينا نحن نستقبل اتصالاتكم في هذه الفقره حول اهم الاخبار التي وردت في جوله اخبار اليوم والمهمه من وجهه نظركم، سواء بالاتصال او بالتعليق على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والاتصال على الارقام الموجوده الان على الشاشه. معي الان عمرو خليل من الاسكندريه. استاذ عمرو. ايوه فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. حضرتك انا حابب اعلق على القضاء. هو طبعا اللي بيحصل في مصر دي مهزله، اقل حاجه تقال عنها ان هي مهزله. النهارده خبرين، واحد منهم ان عكاش القناه ترجع مره ثانيه، واحنا كلنا كل العالم شاف الاهانه اللي اهانها للرئيس وتحريض على قتل الرئيس. والخبر الثاني ان كل المتهمين في مجلس الوزراء
النهارده من شويه حالا اخذوا كلهم براءه. فانا مش عارف القضاء داخل عند مع الثوره، ولازم يتم تطهير فوري للي بيحصل ده، لان لو ما حصلش معنى كده ان احنا هيحصل انقضاض على الثوره، وهيحصل ان هيبقى في جهتين، هيبقى في قضاء وهيبقى في شعب، والشعب هيثور مره ثانيه، الشعب اللي ثار مره ممكن يثور مره ثانيه ومره ثالثه. افضل حاجه دلوقتي للنائب العام ان هو يتفضل بكرامته ويسيب المكان بتاعه لحد ثاني نابع من الثوره يقدر يكمل المشوار بتاعه. وشكرا لحضرتك. اشكرك شكرا جزيلا، وانتقل الى محمد حسين من قنا. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. نبل لو سمحت بس عايزين نعلق بس على موضوع عوده ملي الشعب. اتفضل. والله هو بالنسبه لملي الشعب ده لو كده القضاء مش حكم ببطلانه، احنا عايزين يبقى مجلس الشعب منتخب من جديد. لانه لو حكموا ببطلانه احنا انت افرض الاعضاء دول ما نفهمش معانا، احنا عايزين مجلس الشعب منتخب من جديد. طب ما هو مجلس الشعب اللي فات ده كان منتخب برضه. رافضين احنا انه يرجع من يرجع ثاني، احنا عايزين مجلس الشعب منتخب من جديد. حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ نعم؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ اه انا بشتغل موظف. تمام، هل انتخبت في مجلس الشعب اللي فات؟ رحت الانتخابات؟ طب هو ايه اعتراضك انه مجلس الشعب يرجع اذا في فرصه انه يرجع؟ نعم؟ ايه المشكله في يعني ايه اعتراضك انه مجلس الشعب يرجع اذا في امكانيه انه يرجع؟ ما انا بالنسبه لي مجلس الشعب اللي فات دي انا بالنسبه لي ان هو مجلس يعني مش مرتاح له، لان لو في مجلس الشعب منتخب من جديد اصلح، لانه عشان احنا ما عايزينش مظاهرات تقوم ثاني ويقول لك مجلس الشعب ازاي يرجع، عايزين احنا البلد تستقر. بس هو حضرتك مش عايزه يرجع عشان المظاهرات ما مظاهرات ولا عشان انت مش مرتاح له زي ما انت قلت؟ نعم. الو ليه ما كنتش مرتاح لمجلس الشعب اللي فات؟ يعني كان المجلس يعني في شويه مشاغبات، يعني في شويه مشاغبات من الاحزاب المعارضه والسلفيين والاخوان والحزب الوطني. طب وايه اللي يضمن لك ان مجلس الشعب الجاي مش هيبقى فيه مشاغبات؟ ايه اللي يضمن لك؟ تناسق مع الاحزاب. ايه اللي يضمن لك ان مجلس الشعب الجاي مش هيبقى فيه قلت ايه مشاغبات بين المعارضه والوفد والاخوان والسلفيين؟ ان شاء الله باذن الله يكون خير، ان شاء الله باذن الله، بس لما يكون مجلس الشعب منتخب يعني الاول ما كانش في رئيس. دلوقتي في رئيس، لما يكون مجلس الشعب منتخب زي الرئاسي ان شاء الله باذن الله يكون في خير. طيب اشكرك شكرا جزيلا، وانتقل الى محمود عبد الرحيم من قنا. استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. اولا انا بأدين الهجوم اللي حصل امبارح على قناه الجزيره. وبعتبر ان ده تصرف همجي. و دعني اتحفظ على 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 يعني همجي او غيرها همجي، انا اعتقد انه كان سوء تفاهم، والموضوع يعني لا يجب ان يخرج عن اطاره او حجمه الطبيعي. الاعلام المصري يعني. الاعلام المصري الخاص لو حدث مجرد كلمات لاحد الاعلاميين المصريين كان الاعلام هاج وماج. دعنا ننتقل استاذ محمود الى اهم الاخبار من وجهه نظرك. لا لا لا، هذه قضيه مهمه، لان في كيل بين كيلين. لما الدكتور عصام العريان يعني قال كلمه لمذيعه من المذيعات المصريات الدنيا خربت عليه، في حين ان قناه الجزيره حتى لو كان مختلفه مع خط الناس الموجودين امبارح في المظاهرات. قناة الجزيرة لم تكن مختلفة أو لم تكن مع أو ضد خط من كانوا موجودين بالأمس. يعني اعتراض بعض المذيعين وأنا سمعتهم بنفسي بيقول لي أنتم منتظرين إيه من قناة الجزيرة؟ ما هي هذه قناة الجزيرة طول عمرها. لكن تمام. أنت سامعني من التليفون ولا من التلفزيون؟ ما هو لا أنا سامعك من التليفون بس الصوت بيجي متأخر. تمام. وضحت وجهة نظرك و وضحت وجهه نظرك واشكر لك يعني هذا الاهتمام، ولكن دعنا الحاجه الثانيه استقلال القضاء. استقلال القضاء استقلال القضاء ده حاجه مهمه جدا وحاجه كلنا بنطالب بيها من اول الثوره. تمام. نعم تمام. النائب العام غير منتمي للثوره، واذا كان مطلب من مطالب الثوار ان النائب العام يستقيل او يقال. للاسف 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 ان المكايده 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 اللي بتقوم بها المعارضه خلتها تتنازل عن مطالب مهمه جدا، وانا كان نفسي ان المعارضه
عشان انا احترمها اكتر ان المعارضه اي مبنى من مطالب الثوار مهما يكون مين اللي هيحققه لازم تتبناه المعارضه، مش مجرد ان المطلب ده حققه الاخوان يبقى المطلب ده مش كويس، لا احنا نتبنى مطالب الثوره اللي حققها سواء الاخوان او غير الاخوان كلنا المفروض نقف معاه. مش المفروض نعم. اني عشان الدكتور مرسي عمل الموقف ده وانا مش عاجبني الدكتور مرسي ما اقفش معاه، لا لازم نقف مع المطالب الثوره اللي حققها سواء المعارضه او الاخوان، لان دول كانوا في يوم من الايام موجودين في الميدان مع بعض. وضحت وجهه نظرك، اشكرك شكرا جزيلا. وانتقل الى ربيع من نجا حمادي. استاذ ربيع السلام عليكم. عليكم السلام. على استاذ ضحى انا لو سمحت عايز اشارك. اتفضل. انا عايز اقول رايي حضرتك، انا شايف ان الدكتور مرسي، سمعني حضرتك؟ اه سامعك اتفضل. انا شايف ان الدكتور مرسي لغايه دلوقتي ما بلهوش خط واضح. الرئيس مبارك كان خط واضح مع رجال الاعمال والناس اللي فوق. جمال عبد الناصر كان خط واضح مع الناس اللي تحت. الرئيس مرسي الى وقتنا هذا ما طلعش قرار لصالح الناس اللي هي الغلبانه المطحونه في البلد. معايا حضرتك؟ معاك. طيب بخصوص اي شيء يعني في البلد. طيب نرجع بقى للاخبار اللي احنا جبناها النهارده في الجوله، هل ليك اي تعليق عليها؟ لا حضرتك انا حبيت اقول رايي بس واشارك معاك، انما الموضوع اللي اتكلم فيه انا ما اعرفوش بصراحه. اشكرك شكرا جزيلا على المشاركه. على اي حال معي الان نافع صلاح من شمال سيناء. استاذ نافع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ نافع اسمعني بس من التليفون مش من التلفزيون اذا سمحت. ايوه يا فندم، انا بالنسبه للدستور الجديد دستور تمام ماشي. ايوه لان الدكتور مرسي راجل محترم صراحه، ومن ساعه ما مسك الرئاسه ما عملش حاجه وحشه للبلد. طيب استاذ نافع خلينا نتكلم على الاخبار اللي جبناها النهارده في جوله الاخبار، ومنها ايوه يا فندم معاك، ومنها على سبيل المثال مثلا هناك أعضاء بمجلس الشعب ينادون بعودة مجلس الشعب المنحل، منها أن هناك ائتلاف ثورة لتطهير القضاء تطالب بإقالة النائب العام أو عدم تشبث النائب العام بموقعه. أيضا تحدثنا عن حزب الشعب المنبثق من الجبهة السلفية. هل عندك أي تعليق على أي من الأخبار دي؟ والله يا فندم احنا إن احنا بصراحة المطلب بتاعنا الوحيد إن النائب العام يستقيل. أشكرك شكرا جزيلا. أنتقل إلى محسن من أسوان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مع قرار إقالة النائب العام. ليه؟ لأنه ما خدش حق الثوار. ومع عودة برضه مجلس الشعب. عودة مجلس الشعب؟ لانه ده لان ده مجلس منتخب واتصرف عليه فلوس، يعني ايه لازم انا يعني دلوقتي احنا دوله تعتبر شبه واقعه اقتصاديا، ليه لازم مثلا اني ننتخب ثاني ونكلف ثاني؟ انا كنت ضد المجلسين، مجلس شورى وشعب. عايز واحد بس، مجلس واحد. كفكره اقتصاديه يعني. يبقى المجلس ده فيه فكرتين. مجلس واحد شعب بيبقى فيه الفكرتين، وهو ده مجلس الشعب بيبقى فيه الصلاحيات اللي فيه الشورى وفيه الشعب. كده نوفر احنا الفلوس ده اللي بتصرف بقى على المحليات وعلى كله وعلى الموظفين. بس يعني في وضع دلوقتي، يعني في حكم بحل المجلس، انت شايف انه وفي والسلطه دي مع الرئيس دلوقتي، يعني السلطه التشريعيه مع الرئيس، وهو قال انه هيستخدمها في اضيق الحدود، وإذا صار موضوع التأسيسية تأسيسية الدستور على ما يرام والدستور تم الاستفتاء عليه هيكون في انتخابات تانية لمجلس الشعب. فهل ترى حضرتك أنه ده يعني مطلب يمكن تحقيقه، عودة مجلس الشعب؟ والله إن شاء الله، وإحنا نتمنى عن توفيق الرئيس وكتر خيره في الظروف الحالية دلوقتي. كل القوى السياسية بتتكالب على السلطة. أشكرك. يعني النهارده ما فيش معارضه شريفه، انا اللي شايفه يعني رايي الشخصي، يعني كل المعارضه هي دلوقتي حاليا، انا لا مع الاخوان ولا مع غيره بس انا بقول رايي الشخصي، كل المعارضه دلوقتي عايزه توصل للكرسي،
ما فيش معارضه شريفه ولا راي بناء. يعني هل قالت دلوقتي القوى اللي كانت امبارح دلوقتي في الميدان بتهتف مثلا مثلا يعني يسقط مرسي يسقط مش عارف ايه وشتيمه وكده؟ دي اسلوب نقد. طيب هو حضرتك ليه معترض على النقد؟ ما هو النقد ده من الديمقراطيه ايضا. لا النقد النهارده انتقدك في سياساتك. هم بينتقدوا في سياساتهم ما بينتقدوا في ايه؟ ما عملتش كذا وكذا وكذا. انت ما عملتش كذا وكذا وكذا. وايضا لماذا تعيب على المعارضه انها تريد ان تصل الى مناصب؟ ما هذه المناصب عن طريقها بتحقق هي مكاسب للشعب. ايوه النقد البناء مش النقد الهدام. انا شايف ان ده الوقت الوقت الحالي ان في نقد هدام. يعني شتيمه الام ده نقد بناء؟ هل احنا مثلا شايفين شتيمه الام للرئيس مثلا ده نقد بناء؟ وصلت الفكره. اشكرك شكرا جزيلا وانتقل الى محمد من بورسعيد. محمد يبدو اننا فقدنا الاتصال بمحمد من بورسعيد. ارجو ان تعاود الاتصال بنا ونحن نتلقى الاتصالات على اهم الاخبار التي وردت اليوم في جوله اخبار اليوم على الارقام الموجوده الان على الشاشه. ايضا نستقبل تعليقاتكم على موقعي التواصل الاجتماعي الخاصه بالجزيره مباشر مصر على فيسبوك وتويتر. ايضا هذه الجوله اليوم جوله اليوم ناقشنا فيها عدة أخبار منها ما تحدث عن حزب الشعب المنبثق من الجبهة السلفية وعودة مجلس الشعب وائتلاف الثورة لتطهير القضاء. الآن معي وليد من مصري مقيم في أمريكا. أستاذ وليد مساء الخير. مساء النور. والله يا اخت بس عايز اقول ان بجد لازم يعني نصبر شويه، لازم نخلي بلد ندي بلدنا فرصه انها تشم نفسها ونحاول نشوف الامور بشكل شويه اهدى من كده علشان البلد تمشي. لازم ندي فرصه، ما فيش شعب في التاريخ يحاكم رئيس بلد منتخب يعني اقل من 3 شهور 6 شهور على الاقل. انا كنت ضد مرسي للامانه وكنت مع حمدين صباحي لحتى اخر نفس، بس وان كان الوقت بقى هو الرئيس فانا بتهيألي. طيب اذا كان الرئيس نفسه قال ادوني 100 يوم وحاسبوني بعدها، فايه المشكله من محاسبته دلوقتي؟ اذا كان الرئيس نفسه قال ادوني 100 يوم وحاسبوني بعدها، ايه المشكله ان تنزل القوى والتيارات المختلفه لتحاسب الرئيس حتى لا تصنع فرعونا اخر، حتى يعرف الرئيس انه سيكون هناك من يحاسبه؟ ايه المشكله في ده؟ ما هي مش مشكله محاسبه الرئيس المفروض تكون في جهه مختلفه لمحاسبه الرئيس، ولكن انا شايف ان افضل طريقه لمحاسبه الرئيس وفي نفس الوقت لخدمه مصر هي ان الطيارات كلها دي كل الطيارات تبدا تحضر نفسها يبقى في معارضه واضحه، بمعنى معارضه مش معنى ان الناس قاعده بس تنتقد على الرئيس، معنى معارضه ان الناس تبدا تقول حلول، تبدا يبقى ليها دور فعال، يبدا يتشكلوا كل الاحزاب والتيارات. بنسمع عن اسامي احزاب وتيارات وبس بنشوفهم يوم انشاء الحزب وبعد كده ما بنشوفلهمش اي دور. ولكن إذا كنت سابقا تسمع عن هذه الأحزاب التي أستاذ وليد عن هذه الأحزاب أو كما تقول الناس بتسمع عن الأحزاب، هذه الأحزاب كانت موجودة بالأمس في ميدان التحرير. وسواء حجم الأحزاب كبير أو حجم الأحزاب صغير فهي لها الحق أن تنتقد إذا رأت وضع هي غير راضية عنه، مش كده؟ كلام سليم. انا واقف على الانتقاد، انا مع الانتقاد، ولكن في نفس الوقت مع ان احنا نحط حلول، نبدا نشارك نساعد وكل انسبه تفكيرها في مصر، لكن بس المعارضه فقط لجان التحرير كل شويه، يعني دي مش هتساعد، مش هتدي لقدام. انا نفسي اشوف واحد ينزل في التلفزيون والله الحل كذا 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 كذا. النهارده اوكي مجلس الشعب اللي كلف البلد مليارات اكيد حل، طب انتوا لما حلتوه طب عفوا اللي حلوه، طب ليه ما حسبوش الناس اللي حطوا القانون لوضع مجلس الشعب؟ هو مش في خبراء هم اللي هم اللي عملوا. وضحت وجهة نظرك، اشكرك شكرا جزيلا. استاذ وليد مصري مقيم في امريكا. وانتقل الى الاستاذ احمد وهو مصري مقيم في السعوديه. استاذ احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام.
حضرتك المفروض تطهير القضاء وعلى رأسه النائب العام، على رأس النائب العام لا، وتطهير قادة الشرطة. يبدو أننا فقدنا الاتصال. إذا كانت هذه مشاهدينا بعض الاتصالات الخاصة بالأخبار التي وردت اليوم في جولة الأخبار، وأشكركم أنتم أيضا على متابعة هذه الجولة الإخبارية. إلى اللقاء.